شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم إخوانه وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وذلك في قصر الدرعية بمدينة الرياض. وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كلمة في افتتاح الجلسة، أكد فيها أن مجلس التعاون الخليجي تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة. وأكد خادم الحرمين الشريفين أن النظام الإيراني ما يزال يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب المحافظة على مكتسبات دول مجلس التعاون ومصالح شعوبها والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام. وقال خادم الحرمين الشريفين إن المنطقة تمر اليوم بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في مستهل أعمال هذه القمة أن أرحب بكم متمنياً لكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني، متمنيا أن يحقق اجتماعنا هذا أمال وتطلعات مواطني دول المجلس. واستضافة المملكة لهذه القمة تأتي استجابة لرغبة الأشقاء في دول الإمارات العربية المتحدة لسوف ترأس أعمال الدورة الأربعين. ويطول لي بالي هنا أن أعلم عن خالص الشكر والامتنان لأخي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد لجهوده اللي ساهمت في نجاح عمل المجلس في دورته السابقة، والشكر موصول مع الأمين العام الدكتور عبد اللطيف الزياني على جهوده التي يبذلها خلال فترة رئاسته، وجهوده اللي بدأ خلال فترة رئاسته كما أقدم الثاني مع الدكتور نافع الحجر بمناسبة ترشيح أمين عام للمجلس. سأل المولى عز وجل التوفيق. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، لقد تمكن مجلسنا بحمد الله منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات مرت بها المنطقة. منطلقنا اليوم ومنطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام والتعامل بجدية مع برنامج النووي وبرنامج لتطوير الصواريخ الباليستية وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المالية وحرية حركة الملاحة البحرية. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، لا يفوتنا في لقائنا هذا أن نؤكد على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإننا نثمن جهود الأشقاء اليمنيين على رأس الحكومة اليمنية بالتوصل إلى اتفاق الرياض، ونؤكد على استمرار التحالف في دعم الشعب والتحالف في دعم الشعب اليمني وحكومته على أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث. والختام أجدد ترحيبي بكم جميعا، رجاء المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذا القمة بالنجاح ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.